السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة اشترينا حمام لحم، عايز أوريكم الحمام اللحم اللي جبناه جاي لشحن في الكرتونة. طبعا أنا استقبلت الكرتونة رشتها مبيد حشري عشان انا خايف يكون في حشرات او يكون في اي عدوى بالمبيد الحشري ده اللي هو نصر الليسيون. انا استقبلت الحمام ورشيته بالمبيد الحشري ده بالبخاخة دي بالشكل ده. نرشها كمان مرة، وهنرش برضو الحمام، ما نخافش نرشها من كل ناحية تمام بالمنظر ده، ونشوف هنعمل ايه ونستقبل الحمام ازاي، ونشوف مع بعض الحمام ونتابع الحمام اللحم والمستوى شكله ايه. طبعا احنا هنتخلص من الكرتونة دي لتكون حاملة اي امراض بعد ما نطهرها برضو ونرشها بعيد كده ونرميها بقى. خلاص ما عدناش محتاجينها في حاجة. طيب نشوف بقى مع بعض الحمام اللحم ده، الجوزين اللي جايين يا جماعة، جوزين الحمام اللحم ارشهم الاول، ارشهم كده رشة كده، ورش البوكسه اللي هم فيها. ما تخافش الرش ده امن، انا مجربه قبل كده وعارفه، لو في حشرات لو في اي عدوى يبقى احنا كده طهرنا الحمام. الحمام منقول من مكان لمكان يا جماعه، احنا مش عارفين ايه ظروفه وايه البيئه اللي هو كان عايش فيها. طيب يبقى كده عملنا اول خطوه. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشوف مع بعض، هنفحص الحمامه ونشوف الصحه العامه بتاعتها. طبعا هو جاي لي شحن، انا لسه اول مره اشوفه دلوقتي واول مره استقبله. اول حاجه هعملها ان انا هفتح فم الحمامه. طبعا بفتح الفم اهو، نشوف في كنكر، نشوف الريحه، مفيش الحمد لله، مفيش عندها، مفيش كنكر، مفيش ريحه مش كويسه الحمد لله. الحمام طبعا احنا رشيناه ميه، مفيش مشكله، ما تخافش منها الميه دي بالمبيد الحشري الحمد لله تمام. يبقى كده اطمنا ان مفيش عندهم حاجة. طيب برضو زيادة اطمئنان هنعمل ايه؟ لان قد يكون الحمام حامل لاي مرض فيروسي سواء روشة او سلمونيلا او جدري، وقد تكون الكرتونة حاملة لاي مرض هنرميها طبعا نتخلص منها نتيجة زرق الحمام اللي هو طبعا دخل الكرتونة في المكان اللي هو مربي فيه، يكون فيه زرق حمام لازق فيها ولا حاجة، فاحنا بنتخلص من الكرتونة يكون أفضل بعد ما رشينا المبيد الحشري عليها. طب هنعزل الحمام ده في نفس السلكة دي أو الحبسة دي لمدة أسبوعين. طب ليه لمدة أسبوعين؟ لغاية ما نطمن له تماما، بعد كده نبقى نحط الحمام في المكان بتاعنا في مكان تاني خالص، هنعزله خالص. وطبعا انا عندي السلكة دي فيها الدرج ده، هشيل طبعا الحتة الموكيتة اللي انا حطيتها دي عشان التصوير، عشان نشوف لون الزرق اللي هينزل هنا، نتابعه نشوف شكله ايه، ونشوف نشخص اي مرض، لو في اي مرض نلحق نعالجه قبل ما يقضي الحمام بتاعنا ويقضي ايضا على ويصيب اللي هو الحمام اللحم اللي احنا شارينه. يبقى كده هنعزله لمدة اسبوعين. طيب بعد كده الادوية اللي هنعطيها ايه؟ برضو نخلينا احنا نراعي ان احنا ندي وقاية للحمام. يبقى نشوف الادوية كده اللي معايا. اول حاجة هعطيها طبعا، انا سألت اللي انا شاري منه الحمام، انت اعطيت الحمام ده ادوية ايه؟ عشان ما يكونش مثلا اعطي مضاد حيوي وانا اعطي تاني مضاد حيوي. قال لي ان هو اعطي الحمام ده حاجة للديدان، تبقى انا هستبعد دواء الديدان خلاص، مش هنعطي دواء الديدان. طبعا هو لو ما كانش اعطى حاجة للديدان فانا كنت هعطي بندكس ده، لكن انا هستبعده لان هو قال لي ان هو اعطى دواء الديدان وانا واثق فيه يعني في الحكاية دي. طيب يبقى انا هعطي تتراسيد زي ده كبسولة لمدة 3 ايام في فم الزغلولة، واحدة من دي لكل زغلولة لمدة 3 ايام تمام. يبقى تتراسيد ده هعطي منه لمدة ايه؟ 3 ايام خلاص. يبقى ده واحد. بعد كده الثلاث ايام التانيين
كده 3 ايام، 3 ايام تانيين امريزول ومضاد السموم المستورد اللي انا دايما بستخدمه اللي هسيب لك صورته دلوقتي، يبقى 3 ايام تتراسيد، 3 ايام في الامريزول او في الجيل مع ده. هنحط ده ازاي؟ نقطه من ده ازاي؟ 2 سنتي امريزول على سنتي مضاد السموم، نقلبهم في كميه من الميه ونسقي الحمام ده، الاربع حمامات دول في الفم مباشره. يبقى بعد كده خلاص 6 ايام 3 ودول 3 و3 ايام خميره نص قرص من اقراص الخميره دي او اي نوع خميره يا جماعه، ما لقيتش دي هات اي نوع اقراص، واعطي نص قرص في الفم لمده 3 ايام تمام، علشان نحس كده ان الحمام خاسس، فده مع ده يرجعوا الحمام تاني لصحته ويبقى نشيط كده. بعد كده كده بقينا في 9 ايام، يبقى كده كمان 3 ايام اللي هو جروفيت بلس علشان نرفع مناعة الحمام ده، كده خلاص 12 يوم. انا هسيب الحمام ده على الاقل ايه اسبوعين، يبقى كده الاسبوعين، وبعد كده ان شاء الله اكون اشتريت سلكات او عيون يعني السلك دي، وهنشوف الحمام ده نحطه مع بعض. انت طبعا شايف الحمام مش عاجبك شكله، مش نظيف، شايف الحمام مش نظيف، ان شاء الله تشوف الحمام ده عندي باذن الله، بفضل الله تشوف الحمام ده عندي شكله ايه باذن الله. طيب ليا طلب عند حضراتكم، لو حد بيتابعني من دمياط او من بورسعيد او من المنصورة او قريب يعني من دمياط، يكون عنده حمام لاحم مستوى عالي، مستوى عالي يا جماعة بكرر تاني، يكتب لي في التعليقات وانا اتواصل معاه. محتاج 4 تجواز 5 تجواز يكونوا زغاليل، زغاليل معتمدة على نفسها او شباب تمام، يبقى محتاج 4 الى 5 تجواز زغاليل او شباب، لكن ما يجيب مش عايز حمام شغال، يكلمني يكتب لي في التعليقات وانا اتواصل معه. نشوف بقى الايه مستوى الحمام، طبعا انا رشه ميه مبهدله اللي هو النبيد الحشري متبهدل، لكن انا عايز اشوف حاجة معينة، شوف الجفن بتاع الحمامة دي، شوف كده ده الجفن الاحمر، شوف ازاي الجفن، ايوه شوف الجفن التاني ابيض. دول يا جماعة كلهم لحم لكن ده مستوى وده مستوى، فيهم جزء المستوى ده والجزء التاني اللي هو ده اخو ده، الجزء التاني ده تحس ان هو اتقل شوية في الحجم لكن مش بنفس العين اللي هي دي. شوف المستوى ده يا جماعة، انا عايز ال4 تجواز او ال5 تجواز نفس المستوى ده، مطلوب للشراء، الفيديو ده مش للبيع، الفيديو ده للشراء. يبقى لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.